عسلامة. تفضل عسلامة أختي. لاباس؟ لاباس أنت؟ ربي يعاونك. عايشك؟ قدم لنا روحك. أختي أنا اسمي شكري وعيطولي كحلة وتنهجم مرشي كبارية زكون ززهار. مرحبا بيك. صنعة طولة ودهينة وبعد دخلت المصدرة ما نحملش كريحة الشيخ، حفظتها وتركتها. دخلني بابا علمني ذباحة، قال لي لا ما حبش يقول لي كبتي خاطر واحدي سرقت الوحدة. سرقت الصنعة ما نحملش الدم وليت الزمت. أول عيد أب ربي عطاه خيره. بعديك اتنحات لك الفوبيا ذيك؟ نحت الدنيا الكل. ونحن عز لحمة أولاد سيدي عبيد حرار نرجعوا الزرية. أمي ليبية. شركي معناتها أنا شركي. البلاد هذه أختي كانت بخير. في عمري أنا 15 سنة نقرا ومنك السبت ولحد باش نهز لأمي حويجها. أمي نحن كنا كارين موفوق في السخانة زنك. في السخانة نتحرقوا، في الشاي نتبلوا. بابا يخدم الماء لأس سخن لنا الماء، أمي اللي نهز لنا النوم تخلي في الماء على الجيران كم كوعة وكوعة عندهم عشاء وما تقول جاد. نهز لنا النوم تمشي تكبك المية سخونة. كنتوا معناها تربيتوا على القناعة؟ على القناعة ومدوش يدينا نصبروا. صبرنا. أمي وقفت مع بابا قالت هذه مش حكاية، نوقف مع راجلي سد هو بالخضرة. هي تخدم معاه؟ تخدم بالخضرة. الماء عليها يجري الشتاية سيف وتدلنا عز ماكلة باش نزها معايا لين نفرح وليداتي. بابا يذبح ويبيع حصص يخوب الكلمة. ما عنده ولد مناع في البطوار يرحمهم هم ميتين، يجيب الزوز عليلش يذبح في الخدمة في الشانتي علي مهني كباري يذبح ونهار خلاص ياخذ فلوس ويهزلهم بالكلمة يربح الحصة والراس اللي نحنا قولوا ولادي شبعنا شبعنا ما شاء الله ما شاء الله. طلعنا صح ستار ما عنديش امراض خير من المليارات. صحيح صح قبل كل شيء. مشيت نذبح الواحد على فكرة خرجنا الكلام في كلام في المنزه عنده 4 بنات لبس عليها هنا كملت ذبحنا رجلنا امورنا كل شيء دوش. ما نكذبش عليك نقولها نتاع المخازرات ولا سايب عليا مخازرات دور الزوز وقر بيت البون وخرجت بهم تاع امريكان بار امريكان في الصاله كبيره. قال لي هز الشحبة هذه حطيت واحده باسيس بيره هناك هير حطيت بحذايا وبديت ناكل نعلب زازار مكتار وكرمت ياك هاي تصويرت. فهمني يا اختي فهمني يا هاي. شوف تو وليت انا ذا جابوني باش يولي نسيبي هذاك باش يولي نسيبي جابوني. تعرفت على واحدة جابونية هنا مو ربي سبحان الله صحتي. اي كنت بصحتك. اي زازار ما على باليش جيت مرحبا مشيت رجل سلامة مخمم ليش نعمل الخير تلقى الخير. انت كنت قبل تتعاطى مخدرات ولا طو؟ لا لا وكي ماتت امي انا بطلت. ماتت امي دخلت المخدرات. بالعكس يعني؟ لا مريض بالاعصاب انا دويتني امي هربتني على المخدرات باش قالت لي وليدي ما ترخبش اعصابك. صح رجعت اعصابي ما ترخبش. داوتني امي رضيت الوالدين. تو ماتت بيدي امي انت خزرت لي هكا وذهبت دموعها. الله يرحمها. بالك انا كنت ندير الحاك نكره الحاك. ظلم ما نحبوش. قالوا لي بيع 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 تبعني الحاكم تبعني لقاني لازم ما عندي شيء. قال لهم تكذبوا سايبني على راحتي. عندك المحنه هذيك وشافوا امي ميته ولاد حومتي قالوا له راهو هكا وهكا يخدموا هنا بالحاكم. سايبوني ما يدوروش. امك توفيت راضي عليك؟ راضي عليا. بابا نعطي لك دب يد عليه بالخير. ما انا منين انا تجيني الفلوس عم ما نلقى فلوس في جيبي يعني. ربي سبحانه مرضيت الوالدين. عاد كمل لك على السيد هذايا نيك 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 قال لي بغصتك عليه بابا كولا قدام. قال لي ليه انا ريتني المنيات هذه الكل نيك في طرف حشيش. قلت له تعمل انا كلمتي نقولها قلت له تعمل بالخير تزكي. قال لي لا زكي تولي لاباس عليه. قلت شو نحن الفقراء صح لح ستار عليه صابرين اللي اعطانا ربي صح حمدوه اعطانا الخير صح حمدوه اعطانا السيئات وما يعطيش ربي سيئات شوفك صابور ولا صابور الحمد لله تربني لنا زواوله نعيشوا زواوله حتى يعطينا ربي الخير نحنوا على الزواوله. تزوجت من بعد ولا؟ تزوجت وتحايلت عليا خليت الدنيا الكل ليهم وخرج. كيفاش؟ تفاصيل الحكايه كيفاش لو تسمح؟ تفاصيل كونت يد واحده تك 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 ما عنديش بسيط تك 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 نخدم المصدره هي تخدم بالريسك انا نخدم بقردان ليبيا تك 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 جا خوهم من فرنسا ما عنده شيء
عطاتو القرع بعثوا عرسوا له، زادت اختها عرستها سلبت نسيبهم، بعت لي الدار تك 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 صح. اللي جاني لانه ولد الجود اللي جاني في المنام قلت له باش يصير الصباح، فعلا هي قاعده هي وامها والصوره قدامي اللي ريتها البارح في المنام ريته بالنهار. خليت سري وزيت ربي العين دعيت عليهم حسب الله ونعم الوكيل فيهم. وبعد يا جودي يا جدي عبيد تصرف تصرف، هاي اللي مات جتها جلطه وشكون لقيت اللي هي الاكس نتاعك هاي، وهي لقيت جوني العباد قلت لها ما ندوي نعمل فيه الخير وخلي ناخذ حسناته وهو يعمل فيه شر عادي ما على باليش بيه. صغيرات مسيو سوس كاتلزا علاقتك بهم كيفاش بعد تلاقي بهم؟ كون الصغير بالكل خذيته قماطه اول واحد ماما ربيته ودليته وزوز كسي ويومي تصرف لبسيه سيني صغير من القماطه للكبير دليته تو ما عادش يعرف عمته اللي رباته ودنيته وردته راجل عملوا له شيء جبدوه مالي برا على روحك ما عادش تتواصل معاهم جمله ليه نمشي ونجي وما على باليش انا ديما نعمل خير على هو خليه يعمل. لقيتني انا قلت لها ريتي تعمل لك مساج 35 كل يوم ما تعمل لك شيء تحت الجود يا ذاك، اما انا كنت مسدك انا ترجعي. امها قلت لها بس مخاطر قلت لها شكري يمزك خير منها هاي تح. قلت لها عندك نهارين برك بسم الله وبديت يا رب يا شافي يا عافي نطلب الجودي على خواتك. في ثلاثة ايام قلت لها امشي ويجي بالكروه مشيت وجت ولا تمشي الحمام وتمشي ورا الياس رجعت بالتجاره بتاعها. باقي ريتك تحيرت شوية تهزت جوانحها اش بيه او جي او من او حليل اش مني نعمل به؟ قالت لي امي راهو ما عندكش زهر مع نساء. صح انت تزوجت مره معناها؟ مره تو نلقى في الغريب خير من هموم. هاي الجابوني اللي قلت لك عليها باش تتزوج جابونيه يا هي خلت لي جويه بذا يبوها وعملت ابوها هاو طفل صغير هذا اي هذوما الفلوس نتاعهم دوري هكا تشوف الكاميرا مو فلوس هذه الماده بعثتها لي باهي هذوما فلوسهم وخلت لي فلوس هذوما فلوسهم هما هذاك ولدها ولا ابوها انا ليه 23 صغيره عندها شك في انا خاطر صغير طفل اي مش طفل يا بنتي راجل مهم صغار هما ما يبانوش كبار هاك شلي يغمو دورها دورها هاك هاو انجا اسمع انجا هي اسمع انجا كيف تعرفت عليها؟ تعرفت عليها انا بحث الواحد ربي سبحانه بحث المنقاله ساكها غادي قلت لي سرقوها وهي قاعده غادي قعدتها ما هي قعدتهم يقعدوا وقت يرتاحوا خويا تك ربي سبحانه وسمحنا فهمني ربي تك تك تعلقت بي ونشري لها حاجه تبكي انجا شبيك يا مزحي شكري اوقع اوقع شكري فهمتها واحد يوم عند ربي دبوس الماء اسمها اوقع قلت لي باش عرفتها اسكت موهبه من عند ربي عاتيالي وتتكلم بالعربي وين تليفوني هونجا هاو تليفونك جبت ما حبوش يجدوا له حتى واحد من هنا مشيت لافريكا ما حبتش ربي سبحانه ونبار ناخذ في كميات بيرة عملتك قلت له حطي هنا هاي بعد اهلا حطيت بسم الله خرجت لها 300 بعد ساعه اخرى جبت 300 هنا خلي فلوسك غادي نصرف ما عندي انا لقيتني راجل ما هو يلزم نعمل هكاك ما نطمعش به عندي كارتي ذهب نحتها لبستها هاي لبس معناتها حبتني وحدها معناتها منحتها خذيت لها منقاله خاتم برسلي يكتب من ربي لب ولا شنو؟ فضة صحاح صحاح فرحت بها تعلقت بي روعت من المطار قالت لي شكري ليه البي نتاعها محلوله نرجع معاك كبشت يا بنتي بري في طولك كبشت الحق قالت لي توا يا بنتي حرام يزم قريت صوره بالفاتحه كما قبل رجلت اموري خلي لك كلمه الختام ما فهمتكش كلمه الاخرى الاخرانيه سايل العلاقه نتاعها ووصلتها عاد الاخرانيه هزيتها القابس هزيتها سانجوبا الطبيعه نتاعها منها فرحت شيخ شكري اوتا اوتا بابا جاب حويته نقلوها في الزويت ويدا 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 بابا نقواها قويتا قويتا وتموت من الضحك مسكين بديت نفرح فيها تعلقت بيا وتبكي
هي بدي احكي لي ما حبتش تحكي عندها عربتها شوك خايبه. مش تتزوجوا المهم؟ المهم ان شاء الله تكتب المكتوب ويجيبها لي نلوج عليها من قديش ماني وصلتها. قلت لها بالعيد بعثت لي جواب اهو تقريبا لونجلي وفرنسي انت ها اهو وينو يا رب. الختام والسلام عليكم وربي معاكم ويحيى قناه نيو ميديا تي في نيو ميديا تي في تي في يحيى نيو ميديا تي في.